حاجه اللي كنبدا بها هو انني كنظف الوجه ديالي باش كيبقى نقي وما كندير له مويسترايزر يعني لا كريم الوجه اللي كيكون مناسب للبشره ديالكم. انا كنخدم برودوي من كلارانس غادي ندير لهم ريفيو ان شاء الله ونوريكم فيديو عليهم هما. المهم كنظف البشره ديالي كندير برايمر تقدروا تخدموا اي برايمر اللي كيناسب الوجه ديالكم. انا كنخدم من لوريال. البرودوي كامل اللي غادي نخدمهم في هذا الفيديو غادي يكون في ديسكريبشن بوكس ولكن تقدروا تخدموا داكشي اللي كيناسبكم نتوما. دابا غادي ناخذ الفونديشن. غادي نجير جوج لوانات في الفونديشن. غادي ناخذ في الاول كما كتشوفوا اللون اللي كيناسب البشره ديالي وكنديرها في outer side of my face يعني ماشي من الداخل لان من الداخل بغيت يكون highlighted. so من الداخل غادي ناخد foundation اللي غيكون lighter يعني فاتح على my skin color باش كيعطيني داك الهايلايت. so كيما كتشوفوا دابا خديت اللون ديال البشرة ديال my skin color وكندير له blending with sigma brush. ودابا غادي ناخد فونديشن اللي يكون فاتح وغادي نديرو في this part اللي بغيتهم يكونو highlighted blending brush وغادي نديرلو a good blending باش الألوانات كينتاجمو مع بعضياتهم وما كيبانش a harsh line. من بعد ما كناخذ يديا يعني كتكون نقيه وكندير تابينغ بشويه هذا كيعطيني فيري سموث فينيش. دابا غادي يجي وقت الكونسيلر. كندير كيما شفتو من تحت عينيا وكندير شويه في الجناب ديال النيف ديالي يعني في دوك البلايص اللي كتكون فيهم شويه بحال حموريه. فهذه هي the result more foundation و concealer. دابا غادي ناخد powder لي في اللون ديال الوجه ديالي وغادي نديرو كما كتشوفو في نفس بلاصه اللي كنت درت فيها الفونديشن حتى هو في اللون ديالي وبلاصه اللي عندي فيها هايلايتر هذه غادي ندير فيها باودر اللي ما فيه حتى شي لونه يعني ترانسلوجن باودر. فكنبدا بالباودر اللي في باللون ديالي. الا ما بغيتوش تقدروا ديروا لون باودر اللي يعني ما فيه حتى شي لون على وجهكم كامل. انا دابا في الوقت اللي كيكون البرد وواحد ما كيكون شويه برونزي كنبغي ناخذ واحد اللي كيكون شويه فيه اللون باش كيعطيني لايك ا تان لوك شويه. كيف ما قلت لكم كاع داكشي اللي غادي نخدمو غادي نكتبو لكم في الديسكريبشن بوكس باش تعرفوا شنو خدمت. ودابا كنمشي لداك باودر اللي ما فيه حتى شي لون وكنديرو من تحت عينيا وبلاصه اللي بغيتها تكون هايلايت اللي درت لها هايلايتينغ.
دابا غادي نمشي للكونتورينغ ذا فانيست بارت. غادي ناخذ ماي كونسيلر ماي باودر كونسيلر اللي في اللون غامق. تاخذوا لي كاع غامق كما كتشوفوا كندير كندير لها بلاندينغ تجي بحال هذا الشكل. هذا ما تخافوش يعني واخا تكون كتبان بزاف ما غادي ندير لها بلاندينغ اكثر حتى غتولي كتبان ناتشرال. تقدروا تخدموا كريمي برودكت يعني تقدروا تخدموا فونديشن اللي يكون غامق ولا تقدروا تخدموا باودر. كندير شوية من تحت كما كتشوفو. دابا من فوق منه غادي نحط البرونزر وما غادي نديرو غادي نبقى ندير بلاندينغ مزيان باش داكشي كيبان ناتشرال. كونتورينغ نيف ديالي كناخد هاد الكريمي ستيك من ايس لبس اند فيس راكم شفتوها في الفيديوهات ديالي الاخرى بيج فيفوريت. هادي كيجيني سهل انه ندير بيه كونتورينغ من غير باودر. باودر كتجيني شويه صعيبه سو كناخد هاد الكريمي ستيك وكندير فيها كونتورينغ نيف ديالي and this will give me a smaller nose without doing a nose job. It's pretty cool, actually. I like it. Oh, I didn't know the blending brush. Angle blending brush from Sigma. Oh, I didn't know blending. I didn't know blending. Yeah, I'm just going to do it. Sinon, I will make the harsh line. Oh, I didn't know it. Yeah, so I'm not going to do blending. I'm going to قديته و تقدروا بعد تمشيو بالفونديشن براش او تاني وديروا لايتلي اوفر باش ما يبقاش يبان هارش لاين. دابا غادي ناخد البلاش كنديرو في العظمه يعني ماشي تحت العظمه كما درنا الكونتورينغ يعني تحت العظمه اللي درنا فيه الكونتورينغ وفوق العظمه يعني في العظمه كنديروا فيها البلاش. Taba for my lips كندير lip balm باش كيخلي ان الشنايف ديالي يوليو رطبين وباش كيبان الليبستيك يعني مزيان ماشي كيكونوا داك الشنايف ناشفين يعني ما كيبانش ديك ساعات بحال العكار بالليبستيك ولا بالليب كلوس كيبانش ديك ساعات مزيان كيجي خايب. غادي ندير لب الكريون ديال الشنايف lip pencil
نديرو في النود كولر لان I have already dramatic eyes. ناخد النود كولر ليبستيك وبعدين نديرو من فوق. Okay, so this is the final result. هذه هي ال result الأخرانية. كنتمنى أنكم تكون عجباتكم. هي سهلة بزاف و يعني ما كان باش ندير شي حاجة اللي تبقى تاخد ليا بزاف ديال الوقت وهذا. مهم إن شاء الله نشوفوا فيديو آخر ديال this look اللي كتشوف في my eye makeup. So stay tuned. ما تنساوش ديروا ليا subscribe وخليوا ليا comments. تهلاو في راسكم بزاف وإن شاء الله نتشوفوا في فيديو آخر. باي باي. I'm sorry, 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 I'm sorry,